اهلا وسهلا البنات، صباح الخير. اش كتعاودوا؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو. انا صاحبتي فين ماشيين؟ المدينه ماشي ان شاء الله المدينه المنوره. شوف هاي السعوديه ان شاء الله اليوم عيطت لي المدينه، باذن الله غنمشي. مرحبا بنا في قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. فرحه لا توصف والله البنات، فرحتي ما نقولكمش. عمر صاحبتي صاحبتي عزيزه صاحبتي كنا غنباتو تماك. الحمد لله واحد الشميشه اليوم، البارح الشتيوه واليوم شميشه ما شاء الله. الجو زوين طالعين باذن الله. صافي حنا عسين، انني البارح كنت مريضه، البارح مرضت بالليل واليوم صبحت لاعسه، كنت باغي نفيق بكري صراحه مع الفجر نمشيو، صح ما قدرناش. دابا شادين الطريق فين؟ المدينه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الله يوصلنا على خير وبخير. الله يسهل عليكم، صوتي راه ماشي وربي جاب لي في طريقي حسنه والله العظيم. هي راه تاخذ معايا الاجر، قالت لي هذيك المدينه وبابا سبحان الله دايره نمشي، وربي كتب لي والله العظيم، لا ربي كتب لي الحمد لله على كل حال. الله يرزقنا ويرزقكم الصحه والسلامه وطول العمر، وان شاء الله يرزقكم تجيو لهذا المقام وتشوفوا حتى نتوما. والله راحه غير طبيعي. شوف انا جايه على يومين دابا، راني سيماره والله على اليومين. اليوم شنو اليوم؟ الجمعة. اليوم السبت. اليوم جيت لي 4 و5، اليوم 5 ايام ما ساخيش نمشي. ان شاء الله يومين نزيدها ونمشي باذن الله. لا لا اختي ما تجيش السيمانه معايا، راجلها ما راهش مسافر. قالت لي جلسي معاك. لا عندي الخدمه ما كرهتش، ولكن البنات انا عندي التزامات، عندي بزاف حوايج، كل واحد الله يحسن عاونو. فان شاء الله اكيد غنمشي وغنرجع غيكون كامل. شي اجي عندي مرحبا بك انت. راه صح شحال دابا تشوفناش؟ ما نحسبش من 2016، 7 سنين دابا، 7 سنين كنا نتشافوا غير ما كنا صغار ونلعبوا. دابا البارح قلت لها شنو تبدل فيا؟ قالت لي ولدك تنفخ. قالت لي قلت لها انت، قالت لي انا شكون تبدل فيا؟ قلت لها وجهك بياض. قلت لي ما كنخرجش للشمس. سبحان الله، الواحد راه كيتبدل الملامح ديالو. انا غلاضيت وليت كدب الحمد لله. ايوا حنا شادين دابا نمشيو نمشيو في الدراع. شحال من ساعة بعد السوايع ولا شحال؟ 4؟ يلا نتسنى على خير ويلا ومعانا حتى نقربكم داك المقام ديك البلاصة. هذا في بالي راني ماشية لحميت بورج، سبحان الله ربي لقى طريق ولاد الناس من النار وحطت رجلي في السعودية. سبحان الله ربي يسر لي كل شيء، كل شيء ميسر لي سبحان الله. ما كنتش دايرة عمرة ندير في بالي عمرة، درت عمرة احسن عمره وغنولي ندير عمره عاود. ما كنتش دايره نمشي للمدينه، تلاقيت صاحبتي 7 سنين ما شفتهاش وتلاقيتها، قالت لي يلا ندي. سبحان الله خرجت من الفندق سبحان الله، وانا دابا ماشيه للمدينه. سبحان الله سبحان الله، وعلى نياتكم انيتي زوينه وقلبي زوين، ولا ربي ما خيبنيش وربي بغى لي هذا المقام. الحمد لله يا ربي يا ربي تهدينا، كان داب لي هدايا لنفسي وكل دقيقه وكل ثانيه وكل صلاه. يا ربي تهديني طريقك وتهديني الصلاه وتهديني كل شيء. الحمد لله هذه بالنفس انني جيت شفت هذا المقام. ان شاء الله ديما نكون البنات. يلا وصلنا دابا المحطه. شنو اسمها المحطه؟ كدير المدينه. يلا وصلنا دابا المحطه كدير المدينه المنوره. فعندنا التران مع 6 مع 6. ف حنا ما اصلا خرجنا من الدار ما فاطرين ما والو، قلت نخرجوا برا ما خليتهاش دير لا فطور لا والو. فما خرجنا برا بقينا نتمشى، تلقينا راسنا في التراب في المحطه تاع التراب. صافي جينا ناكلنا ساندويتشات خفاف الا ما وصلنا ان شاء الله، لان الطريق بعيد 4 سوايع ولا 3. والبنت شهيت البنت انايا وعرض البنت على المراعي خطير. صافي هادشي اللي كاين اللي كتب الله ناكلو ونمشي. اهم شي نمشيو ونوصلوا بخير شو شوفوا داك المقام. اهم شيء انا عندي ما عنديش مشكله، انا ماكله ما بقيتش كاع مسوقه لها. نهاركم مبروك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد فيا ايها المسافرون الكرام اليكم دعاء السفر، وهو من الادعيه المأثورة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. الله اكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين،
ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في أهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع من سفره قال ذلك وزاد هائبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ندعو الله أن يجعل سفركم سعيدا وعودكم حميدا. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله البنات وصلنا بخير وعلى خير. دابا احنا في المدينة المسجد وصلنا الحمد لله على خير وبخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي. وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائم. ارتاحينا وصلنا الفندق ارتاحينا صلينا جينا دابا المسجد. قالوا لنا بلي ما تقدروش تدخلوا باش ندخلوا الروضه قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. فقالوا لنا بالحجز يعني هذه معلومه انا ما كنتش عارفها الصراحه. فتا صاحبتي خايشه انا ما كنتش عارفه. فقالوا لنا بالحجز صافي وخرجنا. اصلا دابا سدوا حنا جايين مع الوحده تاع الليل. فكاين دابا الرجال ونسم بعد الفجر. دابا حنا غنرجعوا للفندق حنا جنب المسجد. نمشيو للفندق نتكاو توصل الفجر نصليو ولا نجيو نصليو هنا حتى المسجد حسن. واحد الراحه واحد ريحه المسك واحد ريحه المسك في يدي. اقسم بالله في يدي ريحه المسك والله العظيم. سبحان الله سبحان الله الحمد لله. واحد الراحه غير طبيعيه والله. ان شاء الله غنمشيو ناكل دابا شي حاجه ونمشيو للفندق تاعو ان شاء الله مع الفجر باش نرجعو غير واحد ساعتين ونرجع باذن الله. مشيت انا نشوف نجرب الحجز صاحبتي حجزت. انا باقي لان هي هنا انا في الامارات ما عرفتش كي. فقالوا لي من الاحسن ديري مع شركه. فغنرجع نشوف نحجز وخا كاع نحجز تاع بعد غدا الثلاث ونزيد نهار غدا ما عندي ما ندير. فانا كنت غدا باغي نرجع لمكه وبعد غدا نرجع للامارات. فما يمكنليش نرجع تندخل باذن الله نشوف قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ربي يشوفنا تشوفوا تشوفوا حتى نتوما. والله واحد الاحساس كنتمنى لاي وحده والله العظيم. ف الله شي يرتاح الناس شويه ونرجع باش نصلي الفجر بإذن الله في المسجد. الأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي. وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير.
ورأي صادق. يلا خرجنا دابا من روضة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ربي واحد الإحساس، واحد الفرحة، يا الله يا ربي، الله أكبر على إحساس، على فرحة، على ما يمكنش، على راحة. الله يجرب يسعد كل واحد ويجي يشوف. يا ربي الله يسهل عليكم كلكم ويحفظكم. شحال دعيت الحمد لله وارتاحت راحة، بحالي تولدت من جديد والله العلي العظيم، بحالي هي الله ولدتني دابا أمي، بحالي الله ولدتني. يا ربي تسهل عليا، يا ربي دعيت باش نجيب والديا الحلم ديالي إن شاء الله ونجينا وياهم ونشوف يشوف هذا المقام وتشوف قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ربي واحد الإحساس، عاد نمشي الناس أنا مرتاحة. صاحبتي تيداش معايا الأجر، لأن شوفوا ربي من كيبغيني كيلاقي في طريقي ولاد الناس. شوفوا صاحبتي 6 سنين ما شفتهاش، تخيلوا 6 سنين وكتصيفط لي في الانستغرام. شوفي كان ما رضيتش عليه لأنني ميساجات بزاف، وبغيت صراحة أنا ما بغيتش ندير الإنترنت، بابا عندي ما ندير التليفون، كنمشي للفندق عاد كنطلق الإنترنت نشوف شكون مصيفط لي وهادي ولا خدمة ولا فهادشي اللي كاين. اما من كنكون في الكعبه والله ما نجاوب ولا كندير الانترنت. سبحان الله كانت مشى ماشي نقبض الباص لاقيتها. شوفوا ما دايرهش نجي شوف ما دايرهش نجي للسعوديه، وجيت ما كنتش دايره نجي ندير عمره، ودرت عمره وغنعاود ان شاء الله غدا عمره. وبغيت نعاود ان شاء الله على جدتي الله يرحمها، لان رباتني امي ماشي جدتي، امي الله يرحمها. يا ربي يرحم جميع الموتى المسلمين، يا ربي يغفر لنا وليهم. فان شاء الله غدا ندير عليها عمره ونصيفط يديروا لي صدقه في المغرب، ندير صدقه في المغرب عند خوالي وداكشي وامي وداكشي. فان شاء الله باذن الله نصيفط لخالتي وامي ويديروا صدقه ليا وعلى ما ندير والو في الامارات، هذاك نصيفطها ونصدقها ويديروا لي تماك صدقه وداكشي. فغدا ان شاء الله نمشي ندير عليها. فهي البنات واحد وي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راه ما يمكنش ربي يستر لي في كل شيء، ربي كيبغيني اقسم بالله تا ربي كيبغيني والله العظيم. الا سبحان الله انا براسي كنقول واش حلم ولا حقيقه. الحلم حلم يمكن، راه ما يمكنش. صح الاحساس كتحس شي البكا كتبقي تبكي بلا ما تعباي. الحمد لله الله يسر لنا ويسر لكم ويحفظنا ويحفظكم يا ربي. الحمد لله عرفت ربي كيبغيني الحمد لله. يا ربي تهديني، ويا ربي هديت بزاف باش ربي يهديني ويرزقني الحمد لله. يا ربي ترزقنا الدرية الصالحة والزوج الصالح والرزق الحلال يا ربي، وحفظنا وحفظ والدينا وربي سهل علينا بالرزق. أنا عندي والدية فوق كل شيء، والدية 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 أهم مني وأهم من كل شيء. أنا والدي عندي أهم مني أهم مني، نتهلا في والدية وندير داك الشيء اللي باغية اللي باغيين، يعني ما داروش وما بغيت نديرو لهم ولا بغيت تجي الموت غا مرحبا بيها. حتى الساعة أنا فرحانة الحمد لله. الحمد لله البنات يلا دابا راجعين الفندق. الحمد لله شوف ها هو المسجد، ها هو المسجد قريب بزاف على الفندق. انا نقلب لكم الكاميرا تشوفوا الفندق غير حدا الفندق. الحمد لله نمشيو غير على رجلي البنات. ها هو المسجد شفتوا كنمشيو شدو غير الطريق ديريكت، يعني ما با زوج دقائق يعني. وها هو الفندق هنا قريب الحمد لله. حنا بغينا فندق قريب باش الواحد يصلي في المسجد وداكشي بلا ما يشد عط الطوبيسات وطاكسيات والبعد. شدينا غير حدا الفن حدا المسجد فأحسن حاجة الصراحة. بإذن الله نمشيو نعسو غير واحد جوج سوايع بما وصل 12 مع حنايا دخلنا مع الفجر، دخلنا الروضة مع الفجر. دابا 8 تاع الصباح الناس كيدخل فوج بالفوج يعني. الحمد لله ما كانش عندنا التسريح ودخلونا والله العظيم راني مصدومة. سبحان الله سبحان الله ربي من كيبغي من كيبغي لشي من كيبغي شي واحد تيسرت لنا في كلشي. ها هو الفندق البنات اللي واخدين حنا وادي ها هو. شوفوا سبحان الله ربي من كيبغي يسر لشي واحد ومن كيبغي شي واحد. شوف راه حنا جايين شوفوا في تم الزهره شنو قال لنا السيد، قال لهم ما غادخلوش
البارح مع الجوج تاع اللي من جينا مشينا للمسجد قالنا ما تدخلوش خصكم ضروري الحجز. فدخلت بقيت ندير الحجز تاع كسيت اللي درت الهويه درت الباسبور لانني انا زائره ماشي مقيمه هنا في الامارات في السعوديه. فوالو ما بغاش فشوف سبحان الله من ربي كتبنا في طريقنا واحد السيد سبحان الله اصحاب خير. انا راه ما يمكنش راه كنقول لكم هادشي معجزه اقسم بالله هادشي اللي كيصرى لي ولا والله العلي العظيم الى هادشي اللي كيصرى لي انا كنحسو معجزه. وصلت قدام القبر ديال الرسول عليه الصلاه والسلام كنقول انا هادشي حلم ولا حقيقه واش كنحلم. ودعيت الحمد لله ودعيت مع كل شيء والله يسهل عليكم يا ربي كنحس راسي يلاه تولدت من جديد واحد الراحه واحد الطمأنينة وتبكي بلا ما تعباي. فسبحان الله يا ربي هذا الاحساس نتمنى لاي واحد وباذن الله غنرجع ما غنبقاش نخلي هاد البلاصه غنرجع لانني هذا هو دوايا اللي لقيتو هذا هو راحتي هذه هي الراحه اللي كنت ندبر عليها لقيتها الحمد لله. كنتمنى لاي واحد يا ربي تسهل عليا وتحفظ ليا والديا وتحفظ لكم حتى نتوما والديكم ويخليهم لكم واللي ميتين الله يرحمهم يا ربي.